الطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريم، احرص على اقتناء مصحف مخصوص لك أنت بروحك. ثاني شيء، تهيئة الجلسة للحفظ، أن تكون نفسيتك هادئة، أن تكون على طهارة كاملة، أن تجلس في مكان تستريح فيه روحك، ولا يوجد أرقى من المسجد وللمرأة في دارها. ثم تبدأ عملية التسخين إن صح التعبير، هي أن تستعد بقراءة الوجه الذي تريد حفظه نظرا من المصحف، قراءة مرتلة منغمة بسرعة معقولة تسمع بها نفسك. بعد حوالي 10 دقائق من عملية التسخين راح تحس برغبة شديدة جامحة للحفظ بداخلك. بعدها ابدأ على بركة الله. الحفظ، أولا ركز تركيز مضاعف وفرغ الذهن من أي شاغل. ثانيا اقرأ أول آية من بداية الصفحة بصوت مسموع، قراءة مجودة صحيحة على الأقل 5 مرات. بعدها غمض عينك وقرأ عن ظهر قلب، فإن قرأتها من غير خطأ كررها عن ظهر قلب 5 مرات. بعدها افتح عينك وقرأ من المصحف للتأكد من صحة الآية، وكذلك تنتقل إلى الآية التي بعدها وتطبق نفس الخطوات. عملية الربط هي عملية جدا مهمة. ناخذ تطبيق عملي لعملية الربط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. ثم إذا انتهيت من هذا الوجه اتكررها عن ظهر قلب 20 مرة، وبإذن الله ستنقش في ذهنك ولا تنساها أبدا. ملخص الطريقة، تهيئة نفسية زائد تسخين زائد تركيز زائد تكرار زائد ربط يساوي حفظ متين قوي ثابت بإذن الله تعالى.